هي حتى تخرج من مألوفك إلى طريق الله سبحانه وتعالى أن تقلل الكلام. في تقليل الكلام جمع علماء الإسلام ما ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن ابن الدنيا وهو أحد علماء الحديث جمع ما ورد من استحسان الصمت وقلة الكلام في مجلد كبير مطبوع أسماه الصمت. ورد فيه أنكم إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا، أوتي صمتا، إذن الصمت كأنها نعمة، لأنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لأن الكلمة أنت تملكها، فإذا نطقت بها ملكتك وأصبحت أنت المملوك وهي تتحكم فيك. هذا نجده في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كلمة كتركيب وتعبير عربي يستفاد منه الإنكار، زي تربت يداك، مثل ثكلتك أمك، مثل بأبي أنت وأمي، أو فداؤك أبي وأمي يا رسول الله، تعبيرات عربية لها معاني. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يتكلم أهل الله على آفة اللسان، منها الكذب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكذب المؤمن، ويقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يعني الكذاب مآله النار. والكذب على أنواع، منها ما هو في حديث الناس، ومنها ما هو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وبلية ومصيبة من المصائب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصمت يقيك الكذب. من آفات اللسان الغيبة والنميمة، وهناك غيبة ونميمة بالقلب، لا يتكلم لسانك، ولكن هذا من قبيل الاحتقار والتعالي وظن السوء في أخيك، ونحن أمرنا بحسن الظن. ومنها شهادة الزور، وهي نوع من أنواع الكذب، ويسمى في العربية القت. القت يعني الكذب الذي لا أساس له، ليس كذبا من اشتباه، إنما هو كذب من سوء طوية. أفات للسان، منها السب والقذف والفحش في الكلام. أفات اللسان، منها اللغو، ومنها البهتان، ومنها عدم الاهتمام بما يخرج منك من كلام فيحدث فتنة بين الناس، الوقيعة بين الناس. أفات اللسان يتغلب عليها المريد في أول حياته بالصمت. الصمت يتيح له فرصة ووقتا لذكر الله. الصمت يتيح له مساحة لاسترجاع ما معه من القرآن. الصمت يتيح له مساحة للتفكر والتدبر فيما حوله. الصمت يقيه كل هذه المصائب التي يقع فيها
الذي يكثر الكلام. كثرة الكلام في الحقيقة هي بلية، والصمت وقلة الكلام هي منجاة لصاحبها في طريقنا إلى الله.